الو. اه يا حبيبتي وحشتيني. وانت كمان، بس انت مشغول عني. انا برضو اللي مشغول ولا انت اللي مشغوله ومش عارفين نتقابل؟ ما انت يا حبيبي مش فاضيلي. يا سلام، ده انا فاضيلك نفسي من الدنيا كلها. طب بقولك ايه، ايه رايك نتغدى بكره سوا؟ شور، اتفقنا. خلاص ماشي يا روح، مع السلامه يا عبير. باي يا حبيبي. باي يا روح. باي باي. ايه ده ما تقتلنيش. خد كل الفلوس، خد كل الفلوس، بس ما تقتلنيش. هتخلي خلاص هموت. بقول لك خد كل فلوسي. ايه اللي انت بتعمله ده يا خالد؟ انت عايز ايه؟ ممكن اعرف انت قافشه مني ليه وما بتردش عليا من ساعه اخر مره؟ احنا ما فيش بينا كلام عشان اقفش ولا ما اقفش. لا في بينا كلام، واكتر من الكلام كمان يا فريده. هو انت بجد شايفني رخيصه قوي كده ولا عشان عملتها قبل كده واتجوزت عرفي؟ اولا انا ما قلتش عليك ان انت رخيصه. ثانيا انت وحسن لما اتجوزت عرفي من غير سبب، غير انه بس هو اللي كان شايف كده، انما انا وانت في بينا مليون سبب يمنع ان الجوازه دي تتم. ابويا متخانق مع ابوك، وانت دلوقتي متخانقه مع اختي، بقيتوا ما بتطقوش بعض، يعني استحاله حد من العيلتين يوافق ان الجوازه دي تتم. اعمل ايه يعني؟ لما تبقى تعرف تحل المشاكل دي كلها وتعرف تقف قدام الدنيا كلها علشاني، يبقى تستاهلني يا خالد، عشان انا مقامي عالي قوي واستاهل احسن حاجه واحسن حد كمان. وانا اخر حاجه اتمناها في الدنيا دي ان انا اخسرك. انا مستعد اعمل علشانك اي حاجه. اما نشوف. وحسبت لي كمان ان انا بحبك.